وصلنا لفقرتنا الأخيرة اللي كتير مميزة ومتحمسين أكيد لها. فقرتنا الأخيرة كتير مميزة وبتهم كل الصبايا وبالأخص بشهر الأعياد وشهر الميلاد. صحيح. الشغل اليدوي له أكيد طابع خاص وله ميزة وبيختلف عن غيره، بيعطي الشخص شيء من روحه وفنه وذوقه. للإكسسوار نكهة خاصة عند الصبايا يلي بتحب الأشياء الغريبة يلي ما حدا لابس منها، وخاصة أنه تكون القطعة مشغولة بفن ورقي. نحن اليوم عم نستعد للميلاد ولكل شيء له طابعه. معنا اليوم لنتعرف أكثر على القطع المميزة بالميلاد مصممة الإكسسوار سمية مارديني. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك يا سمية. يسعد صباحك سمية وأهلا وسهلا فيك. يعني رح بلش معك من السؤال، صار له شوي سمر بسألك يا شو الجديد شو الجديد، فخلينا نعرف شو الجديد لموسم الأعياد. تمام. هلا الجديد لموسم الأعياد هي القطع الضخمة شوي، او انه اذا بدك كل شيء اللي انت حاطتي كثير ظاهر، اما بالايدين او حتى الحلق او حتى الاطواق. القطعه الناعمه شوي بيبعدوا عنا بفتره الاعياد، بتحسي انه غالب اللبس سهره او هيك شيء بيحتاج شيء واضح. ان كان الفستان مثلا شوي مكشوف من عند الرقبه، او حتى اذا كانت لابسه فستان قبه على فرد فهو بحاجه لشيء واضح بالرقبه. لهيك كانت هاي القطع مثلا يلي عندكم. تمام. هاي القطع كثير مميزه وحلوه. الحجار كثير دارجه. والحجار غريبه، شو هي حجار غريبه؟ هذا بيقولوا له حجر الملح. اذا بتدسيه بايدك بتلاقيه هيك نافر شوي. تمام. اسمه حجر الملح. هذا الحجر كثير حلو، وحلو لجهتين. يعني هذا الحجر بيعطي طاقه حلوه وبنفس الوقت هو شكله كتير حلو. صحيح. أكيد. خلينا نحكي عن الحلق المميز، بما أنه كل الصبايا كمان حابين هذا الموديل بهاي السنة، شو رأيك أنت فيه وشو عاملة كمان شيء جديد من هذا التصميم؟ تمام. هلأ الحلق، حلق السهرات يعني دائما بيكون واضح. القصة الحلوة هون أنه هي حلقة واحدة. تمام. هاي الحلقة بتجي على كل الأذن، بتلف على الاذن كامل، بتحطي بالاذن الثانيه اما حلقه صغيره او حلقه نازله او هيك. يعني بالنسبه للحلق في كثير موديلات غريبه هلا، مثل هيك بما انه كان لولو دارج. تمام. بفكره هي بتحسيها انه مو مستقيم، يعني اذا حسيتي هذا اذا لمستيه ايه فمايل مايل. تمام. هيك قصة جديدة، يعني هيك موديل جديد كفكرة جديدة. كان كتير دارج الحلق الشبشين. هاي بدي أقول لك في مهرجان ألوان هون، يعني مهرجان ألوان حلو. خلينا نحكي عنهم شوي، هدول يمكن القطع. عن هاي القطع، هلأ القطع هدول كتير مميزين، إنه نحن دمجنا الخرز مع الفرو أو هيك شغلات. يلي قبل كان، قبل هذا الموديل كان دارج يلي من الطرف الثاني الشبشين الطوال. تمام. هدول درجوا كتير كتير، يعني من وقت ما لبسته نانسي عجلان وبعده لهلأ دارج دارجين ما بتبطلوا. احنا غيرنا شوي بالفكرة. هلأ إذا بتطلعي للحلق يلي تحته الأزرق هاد، فيك تطلعي تقدري تطلعي. عملتي شوي بذوقك وفنك ونظرات سمية، يعني غيرتي فيه يعني كتير منيح. أنا بحب الورد المجفف كتير. أوكي. يعني فكرة حلو مغيرة يمكن بالخرق بالأمضة أساور إذا بتتذكروا وطواق الورد أكيد. المجفف هلأ عملناه حلق مع فكرة الشبشيل يلي دارجة وكتير حلو، يعني كتير مميز وحلو. أكيد. هذا ستايل ليا. تحية للي نحاس. أكيد. خلينا نحكي هيك مثلاً كمان عن هيك عفة. كمان شو رأيك بهدول؟ قديش مطلوبين عند الصبايا بما أنه مثلاً الصبايا اللي بيحبوا القصص السادة؟ تمام. بيلجأوا لهيك قطعة مميزة. أكيد. خلينا نحكي كيف عم يتم التفاعل وكيف أسعارك بالميلاد يا سمية، بما أنه عم نشوفك ببازارات كتير. أسعاري، أو أحكي عن الأسعار بالأول. بالنسبة للأسعار أنا يعني عم بلش من كتير قطع صغيرة، يعني بمبلغ صغير. عندي دائما قطعة أنا ما بربح فيها، يعني عندي دائما قطعة عندي موجودة بالبازار ما بكون ربحانة فيها أو ربحانة فيها كتير شيء بسيط. لحتى ما أنه يعني أنا بحب أنه أي حدا يجي يشتري قطعة. لاحظت هذا الشيء. تمام. وقت كنا ببازار كنيسة الزيتون كنتي متواجدة وكان في إقبال كتير جيد لعندك على الطاولة، هذا الشيء كتير يعني بيفرح، فحبيت أسألك أسعارك كيف بدها تكون مشان يلي حابين يجوا لعندك على بازار. أنت هلأ وين؟ نحن هلأ بعطلة الربيع بالأبتاون. بالأبتاون. طيب سمية كأنك جايبتي لنا شيء على جنب، حابة تطبقيه؟ ايه نطبق شيء؟ ايه فينا نشوف بس هيك سريعا. بس نحكي معك بدي احكي عن الأساور المربعة. هي فكرة كتير غريبة. هي فكرة كل الأساور بتكون بطريقة مدورة مثلا، فنحن عملنا الأساور المربعة وهي بنلبسوا أسوارتين سوا لونين فضي وذهبي. وهي لونين. تمام.
أنه بيقولوا إنه بيقولوا ما كتير باللبس الفضي والذهبي بس هلا الذهبي لبس يا نرمي لابس لابس تمام بس في عنا طريقة في عنا طريقة لنلبسها هي هيك إما هيك أو مثل ما على لابسة صحيح يعني أنا مواكبة الموضة برأيك تمام شو حابة تطبق لنا هيك سريعا أوكي هلا رح نطبق أسوارة صغيرة بشكل سريع يلا هلا اذا بدنا نحكي معناتها عن الدارج هلا هي مثل ما اتفقنا الاحجار الكبيره عم بتكون ما في الوان معينه هلا بالنسبه للاساور اذا بدنا نحكي كمان الاسواره الواضحه يعني اذا بتنتبهي او الاساور يلي مثل يلي انا هيك حاططها يلي بيجي قفله سحب سمر فيك الناس نتناولهم لانه انا نحكي ونشتغل سوا عليه اكيد اكيد بدنا نحكي وشو اسمها سميه شو في شيء خاص للاعياد مثلا اذا واحد حابب يهدي مثلا خطيبته حبيبته بشهر الميلاد قطعه لك مميزه لها شو ممكن انت تنصحي وتقولي له اوكي يعني الاسواره الكوكب هاي جديده طيب شو بتعني برايك الكوكب هذا كوكب زحل كوكب زحل شو بده يفيد برأيك؟ لا هو موضة بس موضة كل فكري له علاقة بهيك قصص لا لا موضة ما يمكن في ديزاين كثير عم شوفه على انستغرام الوردة اللي بتكون نازلة هي يمكن ايوه هي كثير دارجة اطواء وصحيح تمام كمان عم تكون كثير حلوة حتى في عندك القلوب في عنا في عنا الثعلب في واحد ثعلب اذا بتشوفيه كثير كثير حلو اوكي ثعلب واضحة الاسوارة وفي بطة تمام شو حتعملي لنا قطعه مميزه هلا نعمل اسواره انا تمام. اول شيء لازم ركب الحلقه الصغيره تمام بدي ركبها ببدايه السنسال اوكي وباخذ القطعه يلي انا رح اشتغلها رح نشتغل مرسات تمام مرسات فيها عين بدي اعلقها هلا من طرفها طبعا عندنا قطعه الاسواره بده يكون فيها ثقبين واحد من تحت هيك وفوق لحتى يتعلق فيها السنسال تمام هلا هون عندي مهمه اني انا اخذ قياس الايد على الايد تمام على الايد تمام لانه لسه عندي هلا بعد شوي بده يجي قفل ورد حلقتين فبدها تكبر شوي تمام اكيد بدي اقطع اللي بيشوف سميه يعني نرمين وهي عم تشتغل بيفكر القصه كثير سهله مجربه شي مره تعمل اكسسوار ماني مجربه لانه بعرف حالي يعني مالي مود بهي القصه وما رح تزبط معي يعني شي مره بدي خليكم تجربوا لازم جرب ضروري خلص طبتين ما بعرف طبون فما بالك انه اروح هشرط على فكره ما شرط الاكسسوار ما له علاقه بالقطب بس بده يعني بده يشتغل بالهاند ميد لازم يكون عنده اول شيء بال طويل هلا بده بال طويل وهي نظر منيح وهي بدها على فكره فن وذوق هلا انا مثلا تتعلمي يعني بدايه تتعلمي بس تتعلمي ممكن تشتغلي قطعه كثير صغيره عرفتي كيف بس انت بتكوني ما تحبي تكملي خلص توقفي بس ممكن الواحد يفكر بقطعه له مميزه اذا ما هو بيقدر مثلا يعملها بيروح مثلا مثلك عند مصممه صح. اكسسوار تعملها انا كثير مثلا بيخطر ببالي افكار انه مثلا قصه مميزه انا بدها تكون خاصه فيني الي فاحيانا برسمها يعني او فكر فيها هيك معناتها انت اذا تعلمتي بس يعني ما بحس حالي انه انا فيني اتعلم لا ما بحس حالي فيني اشتغل بس لا في عندي افكار اذا رسمتي مميزة إذا رسمتي حطبقي يعني تمام هذا هذا يعني من خلال انا تدريسي للطلاب فبعرف انه البنت اللي بترسم في عندها قدره انها تشتغل الاكسسوار تمام هلا لما ندرس تصميم ازياء اغلب البنات اللي بيجوا لعندي وبيدرسوا تصميم ازياء بيروحوا بيتعلموا اكسسوار يعني التنتين لهم علاقه ببعض هلا هيك صارت تقريبا اسواره بس ناقصها القفل والحلق والحلقه الفوقانيه نحن بناخذ على النص انا باخذ النص تمام وبقطع السنسال تبعي تمام معناتها اللي بيكون له خلق او يمكن بحب هذا الموضوع سهل انه يتعلمه طبعا موضوع الهاند ميد هو كل شيء تعلم يعني بالنهايه كل شيء بتتعلميه يعني كل شيء بيصير انه انت اول شيء البدايه هي البدايه الصعبه وبعدين خلص بيصير كل شيء سهل كيف ملاقي اقبال الصبايا على الاكسسوار بشهر الميلاد هلا بحبوا بشهر الميلاد خاصه انه في حفلات في طلعات فوتات يعني بتصير البنت بدها تحط او تشتري ثياب جديده ف بلزمها انه تشتري اكسسوار جديد ايش عم تنصحيهم انت هلا في ناس هلا مثلا شفتي مثلا بنت ناصحه شوي بنت نحيفه بنت قصيره طويله شو بتنصحي لكل وحده شو بيلبق لها هلا الناصحه تبعد عن الشغلات الضخمه لا تنقي الشغلات اللي شوي طويله وناعمه اكثر تمام النحيفه ما عندها اي مشكله
يعني فيها تلبس شو ما بدها. طيب المحجبة عندها خيار واسع. المحجبة متقيدة بالحجاب يعني أكيد. إجباري أنا بدي طوق طويل بدك مثلا طويلة. أو إذا ما بدك تحطي طوق كتفي بالأساور خواتم هيك شغلات. في عندك البنت السبور عندها خيارات أكثر أوسع. هلا اذا كانت قبه الفستان مثلا مفتوحه فينا نحط طوق ضخم اذا كان كثير مفتوح، اذا كانت لا شوي مفتوحه انا باخذ طوق ناعم او الطوق يلي جاي ثلاث ادوار يلي هلا دارج كمان بيجي طوق قد الرقبه والثانيات اطول تمام. كمان هداك ممكن يساعدني. هلا يعني بموسم الميلاد في عنا اطلالات صباحيه عم تكون اطلالات مسائيه، خلينا نحكي نصائح هيك سريعه للمشاهدات، شو اللي شيء لازم يبتعدوا عنه، ما شيء ما بينلبس الصبح وشيء بينلبس للمساء. تمام. الشيء اللي ما بينلبس الصبح هي القطع اللي كثير 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 فيها الماس او في كثير ضخمه يعني واضحه كثير، هلا هي ما بتنلبس الصبح، بدي بعد عنها شوي. المساء فيك تلبسي عندك خيارات واسعه، يعني فيك تلبسي شو ما بدك، اذا كنت طالعه على حفله او شيء عندك يعني حسب نوع الفستان اللي انت لابستي. ودائما دائما انا بقول للصبايا انه اكتفي ب يعني مثلا سواره واحده بالايد او سوارتين يعني بيجوا مع بعض بنلبسوا مع بعض او سوارتين ناعمين مع بعض. ولا تلبسي اكثر من طوق، يعني كمان هذا الشيء بينزع الموضوع، لا تلبسي حلق طويل مع طوق، لا افضل انا انزل بس حلق طويل اكتفي ما احط طوق. بس هلا دارج الطوق طوق صغير وطوق اطول تمام. اطول يعني شيء 4-5 عم يلبسوا هلا هدول هن الموديلون مع بعض الكتواء انا ما عندي مشكله بس عم بيصير تطبيق حتى بالالوان يعني مثلا بحطوا لون غير لون هلا هي هي بيجوا هلا هون بيجي الطوق مطبق هيك يعني هو تمام. هيك مطبق اما لما بتلاقي صبيه لبست مثلا 3-4 طوق مع بعضها وهي طبقتهم ما عم يطلع ظابط يعني هذا الشيء الغلط او دمجت مثلا عده الوان مع بعض ويعني ما كثير كانت ظابطه فلا خليني اكتفي بالطوق الناعم اللي 3 طبقات احلى وبكون كافي هذا الشيء اكيد تمام هلا خلصت اسوارتنا نحن تمام طلعت حلوه كثير حلوه كثير ومثل ما قلنا اللي بيشوفها بيفكر انه كثير سهل شغله هي سهل بيفكر سهل هلا هو ما صعب كثير اللي بيتعلم لا ما له صعب شغله عن جد سمية هيك بس تحكي اكيد كلمتها هي واحده هذيك المره نصحتني بنوع اكسسوار وهذا النوع قالت لي ما بيحل ابدا بالمي تمام مثل هدول الاساور ايه وعن جد يعني ما يعني ابدا ما صار له شيء ولا تغير لونه سمية دائما انت عندك ذوق دائما عندك يعني بنبسط انا بالفقره معك واكيد بتمرق بسرعه كثير يا نيرمي صحيح تستمتع فيها بدنا نشكرك كثير سمية مارديني على وجودك معنا ودائما على اللمسه الانثويه الحلوه اللي بتطفيها على صباحنا انا بدي اتشكركم وكل عام وانتم بخير وانت بألف خير واهلا وسهلا فيكي نورتي صباحنا اكيد سمية